السيد شوقي طبيب، أنت عراب الفساد في تونس. فبرك لك ملف ووضعت بمقتضاه في الإقامة الجبرية. بمقتضاه ملف تعتبره ملف كيدي. ملف كيدي. ملف كيدي. حلوة الكلمة هذه، ملف كيدي. لو تثبت إدانة الياس الفخفاخ في الملف هذا، قديش تكون العقوبة؟ والله إن شاء الله ما تثبتش إدانته. في الفترة ذيك بين الإقامة الجبرية والسجن، شو السجن طبعاً، السجن يكون أهون. تعمل إسقاط في الحق الشخصي في الشكوى متاعك وتخلي كان قضية رأي عام ولا لا تاخذ حق؟ لا مش ناخذ حقي، ناخذ حق للسد الكل، ناخذ حق القطاع. 100 مليار تقريبا، وقلت بعيد كل بعد على المبلغ هذا، قديش من مليون تقريبا الفارق؟ دخلت بشيء وخرجت باقل منه بكثير بعد ما غادرت الهيئه. يتقال وتحكي على عشريه سوداء عاشتها تونس. يا اخي محسوب اللي قبلها شنو كان معناها بالنوار. اختيار شكون تعتبره ضر اكثر نادي الافريقي، سليم الرياحي عبد السليم اليونسي؟ ملف نادي الافريقي جاء للهيئه الوطنية لمكافحة الفساد. قديش عنيف الداخل مهذب الرميلي؟ فما اللي كيحب يعمل هكا بالسياسة، فما اللي كيحب يخلي تراس تاع الضيف. تعنفت، تعنف ولدي بالطبيعة مرتين ولا ثلاثة ولا أربعة. خوينجي وساهب أفكار متطرفة. ضحك للجملة. من المقصود بالشياطين؟ اللي خرجوا ضد قرارات السيد الرئيس. كسر شوكة الإدارة التونسية وحماية رؤوس التهريب، وظيفتين سهل من خلالهما شوقي طبيب الاجتياح الإسرائيلي. مانيش نعمل في الفن باش نرضي الناس. مالك تعمل في الفن باش ترضي شكون؟ ذاتك؟ عليك كيما نساند قيس سعيد، معناها نساند حركة النهضة، يا ريت الثنائية رجعت. ربي نحترموا بعضنا من غير ما نتكلموا بالصباع برشا. خممت نهار تمشي للمختص في العلاج النفسي ولا طبيب نفسي، بسيكياتر مثلا، تنجم تحط الكيس، تمشيش تتهور. فليذهب الفن إلى الجحيم، وأنا قلت لك كمك العام تم فن. وقتاش باش يغادرنا صاروخ باش نجم عايشة تكمل العمل؟ الغريب في تونس أنه المكلف بحماية الدولة التونسية من الفساد تحوم حوله شبهات فساد. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الاختيار مع محمد الخماسي كل نهار أحد 9 غير بعمت على الليل على قناة 9.